وقع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي على ست مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلدين. في هذا الصدد وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في شأن المشاورات السياسية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال الإعلام، فضلا عن برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي. هذا بالإضافة إلى برنامج تنفيذي في المجال السياحي وبرنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.